التزاما بتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتماشيا مع التدابير الاحترازية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الشباب والرياضة، ارتأت المديرية الإقليمية صخيرة تمارة تنظيم حملة تحسيسية توعوية لمواجهة وباء كورونا بشراكة مع السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني تحت شعار اخترنا شعار هو أن حياتكم غالية علينا. كما تعلمون أن هذه الحملة تستهدف فئة عمرية وهي الأطفال لما عانوه خلال الفترة الصحية من أثر نفسي بليغ، لهذا حاولنا أن نوزع كل الوسائل الوقائية للحد من تفشي كورونا من كمامات وتعقيم، وكذلك المفاجأة التي كانت هي ألعاب بهلوانية للأطفال وهدايا لبومبو وكذلك لبالون، وزعناهم على الأطفال من أجل إدخال الفرحة والسرور والأمل والثقة لهذه الفئة، لأنها فئة تأثرت بالضغط النفسي خلال هذا الوباء. لهذا كقطاع الشباب والرياضة حاولنا نخرجوا عن الأطفال، ولكن دائما كنحترموا التدابير الاحترازية. أولا كنشكر شوف تي في على الحضور ديالكم، الحضور ديالكم يشرفنا. أنا كمديرة دار الشباب كنشوف بأن هذه القافلة اللي دارتها اللي نظمتها المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بعملة تمارا صخيرات ما هي إلا قافلة. كنقول بها أنا بعدا كمديرة دار الشباب كنقول للوليدات أنا الغرض ديالي وهو كنوصل الطفولة، لأن حنا كدار الشباب عندنا شباب عندنا طفولة، كنقول لهم كورونا كاينة، المرض كاين، ولكن ما خصناش نخافوا منه بحال هذا الخوف اللي هو الوليدات ولاو الخوف ديالهم بحال الهلع. ماشي خوف، هو مرض عادي بحال الامراض. كنقول لهم المرض كاين ولكن غادي يزول باذن الله. حنا الغرض ديالنا من هذه القافله حضرنا فيها وليدات ديال دار الشباب، لكل واحد عبر، كاين اللي عبر بالكلام ديالو عن المرض، كاين اللي عبر بلوحات الرسم. ومعنا ابطال ديالنا نجمه ديال دار الشباب، معنا ريم المنياني اللي غنات على كوفيد، ومعنا البطله نرجس بوعيشه ديال المسيف الكوري اللي هي عبرات بطريقتها على هذا المرض اللي كيشاركوا في هاد القافله باراء ديالهم. الا دار الشباب الهرهوره كتعتز بالطفوله وكتعتز بالشباب، وكنقولوا الله يحفظنا ويحفظكم من هذا الوباء والله يرفعوا علينا وشكرا.